بعض الناس مثلا ربما تراهم يعصون الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعم أنت تراها نعم ظاهرة. في آية في سورة الفجر تفسر لنا هذا الأمر ربما لا ينتبه إليه الكثير من الايه من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ابتلاه ربه، شوف الابتلاء يعني ربنا أكرمه ونعمه. تعرف كلمة نعمه دي يعني ايه؟ يعني عايش منعم، عايش شوف بكل وسائل الرفاهية، يعني شوف نعمه يعني كأنه معجون في النعمة. اللفظ ده يطلق يعني يفسر هكذا، يعني مش نعمة بسيطة كده ولا حديث. ما في ناس مثلا ولدت في الجوع في بلداننا لكن من الله سبحانه وتعالى عليها بالمدح حينما أتت إلى هنا، صح ولا لا؟ في ناس ما كانتش حتى تحلم تركب على حمار في بلدانها ولما جاءت إلى هنا ركبت سيارات فارهة، صح ولا لا؟ في ناس جاية حرقة ومع ذلك الله سبحانه يعني كانت بس تحلم تعدي من البحر ولما جاءت إلى هنا إيه الله سبحانه وتعالى أكرمها، صح ولا لا؟ فده معنى ذلك إنه مش إيه مش مولود في النعمة. لكن في إنسان آخر الله سبحانه نعمه كأنه كده يعني من ساعة أن ولد إلى الآن في هذه الإيه في هذه النعمة، نعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمن. ده أنا كده ربنا إيه أنا ربنا كرمني. وممكن تلاقي ما بيصليش وتقول تعالى فانا صلي، يقول لك اصل ربنا عالم باللي في القلوب، هو قلبه اسود وهو مش عارف اي شيء. ده انسان احمق، والله احمق بليد غبي، لانه لا يعرف ان هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى لا يبالي به. هو بيقول كده ربنا اكرمني، ده انا ربنا كرمني. والانسان اللي بيروح ممكن يتهكم على اللي بيصلي واللي بيروح المسجد واللي بيصوم. وحتى في أواخر سورة المطففين قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أنت رايح المسجد ممكن يضحك عليك وأنت رايح المسجد، أنت مش عارف إيه وأنت لسه بتحفظ في أحاديث وآيات القرآن، يتغامز بقى كده. هو أنت من أصحاب المسجد؟ هو أنت يتغامزون، ده اسمه الغامز واللمس في نوعية كده. أو الإخوة مثلا أنت وأنت لسه بتروح المسجد اللي فوق ده، يا راجل مش فاهم أنت لسه في وإذا مروا بهم إيه يتغامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني المجرمين لما يرجعوا إلى 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 أهلهم وأسرهم أو إلى من على شاكلتهم ممن يوافقهم الرأي فكهين، يتفكهون بالكلام على إيه على هؤلاء المؤمنين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. شوف الآيات واضحة إزاي، مش أنا بقول لكم يا إخواننا دايما القرآن الكريم يعني الإنسان بس محتاج يركز فيه شوية تفهموا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني يضحكون على المؤمن، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني المجرمين بيقولوا على المؤمنين دول ضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالمقصد ان في ناس بتظن ان الله سبحانه وتعالى حينما يكرمها بالمال بالصحه بالسياره بالعمل بكذا بكذا وهو بعيد عن طاعه الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ايه كده كرمه ونعمه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. وخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى اطلق على هذا ابتلاء اللي هو ليه اللي هو النعمه والمال والصحه وكل شيء ده ابتلاء برضه، ما في ابتلاء بالخير وابتلاء بالايه بالشر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه خير. بس ده المؤمن، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان إيه خيرا له. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء ممكن من الممكن أن يكون بالخير ومن الممكن أن يكون بالإيه بالشر. فهذا إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى ونعمه ومع ذلك لم يحمد الله سبحانه وتعالى. يعني لم يحمد الله، يعني يقول الحمد لله وخلاص ولا يستقيم على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله عز وجل. لا، حمد الله يكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلب. باللسان أي نعم يقول الحمد لله، بالعمل يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله، بالقلب أنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى على أنه أعطاه زيل إيه على هذه النعم. لكن هو إذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق الثلاث باللسان وبالقلب وباللسان والقلب والعمل، يبقى معنى ذلك أنه إيه أنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني بعض الناس برضو لما الله سبحانه وتعالى يبتليه بأن يقدر يعني يضيق عليه في الرزق أو يضيق عليه في العمل أو يضيق عليه مثلا في الصحة أو يضيق عليه في أي شيء، فيقول ربي إيه أهانا، ده أنا كده ربنا إيه أهني، أنه أنا مش محبوب عند ربنا سبحانه وتعالى، أو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل فيا كده، هو أنا ليه؟ طب ما أنا شايف فلان ده فلان ما بيصليش وما بيروحش المسجد وعنده كذا وعنده كذا، مش هذه الأمور بتروض بعض الناس أحيانا صح ولا لا؟ ده مش أحيانا، ده غالبا. فربنا بيجاوب على هذا السؤال، فأما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فربنا بيقول كلا. الأمور عند الله سبحانه وتعالى ليست بهذا الإيه؟ بهذا المفهوم، ده مش مكرم عند الله ولا ده مهان عند الله. طب هو يعني اذا كان دي في اهانه اللي هو الانسان اللي ربنا ضيق عليه في الرزق مهان عند الله، طب ازاي الانبياء احب الناس الى الله سبحانه، احب الناس او احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل في الايه فالامثل، وانما يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه قوه، يعني انسان قوي في الدين زيد في ابتلاء، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيد له في المكانه ويزيد له في الدرجه، وان كان في دينه ضعف ابتلي على حسب دينه، ولن يزال البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الارض وما عليه خطيئه، صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واذا كان الابتلاء يعني في اهانه للعبد، فالله سبحانه وتعالى لن يبتلي سيدنا أيوب عليه السلام يعني سنوات طوال ويتضرع الله سبحانه، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يا رب أنا كده مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ويونس عليه السلام يلقى في 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 في, في, في اليم و أو في ويلتقمه الحوت ويناجي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا سبحانك إن كنتم من الظالمين، وأنتم تعلمون ما حدث لسيدنا يوسف حينما رمي في الجب وحينما أدخل السجن ربي سجنه أحب إلي وحينما ابتلي بفتنة امرأة العزيز، ويعقوب نفسه اللي هو أبوه يعني يبكي ويبكي حتى تذهب عيناه من كثرة البكاء من يعني من شدة الحزن، فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فيعني هؤلاء الأنبياء العظام لما يبتليهم الله سبحانه وتعالى يبقى لنا فيهم الأسوة والإيه؟ الأسوة والخلق.